اسمحوا لي ان انا اعنون الفقره دي. فقرتي انا عايزه عنوانها اغار على مهنتي، لان الفقره دي انا عاملاها لاني اغار على مهنه الاعلام انها توصف بالتقصير او الانحياز او الجهل. يوم 29/1 الدكتوره فاطمه نعوت كتبت مقاله بعنوان لماذا يحاكم الشيخ محمد عبد الله نصر، وكتبت ان الاعلام لم ينصف هذا الرجل، ومع كل اعترافها بمدى ايمانها بعداله القضاء، لكن قالت ان ياريت نشوف الحوارات التلفزيونيه اللي قام بيها، وازاي لم ياخذ اي فرصه انه يتكلم او يعبر عن رايه. ونهت مقالتها بقالت انها كل اللي هي تتمناه ان يتم استضافته دون ان يقاطعه مذيع متثاقف او مذيعه جهول، وده معناه ان عندها انطباع ان الاعلام لم يكن منصفا، والانطباع ده جه من انسانه مثقفه وهي الدكتوره فاطمه نعوت. فحقيقه احنا لبينا دعوتها وبنشكرها انها وافقت على حضورها معانا هي وشيخنا محمد عبد الله نصر. اهلا بيك يا دكتوره، أهلاً شرفتي بيك حضرتك دكتور. أهلاً. اهلا يا مولانا، اهلا بحضرتك. بشكرك على المقدمه الجميله دي. حقيقه انا فعلا اما قريت اللي حضرتك كتبتيه انا غيرت على مهنتي، بجانب ان الحقيقه ان الاعلام هو منصه العدل مفترض، لا يجوز غير هذا. صحيح. وانا في الحوار ده انا هكون دوري كله ان انا احاول اوجه الحوار ان احتاج. حضرتك موجوده وشيخنا موجود والقضيه موجوده، حضرتك اتهمت بازدراء الاديان وتم بالفعل الحكم على حضرتك وقضيت اكثر من 300 يوم في السجن، ومن حوالي 4 5 ايام جه حكم اخر على حضرتك ب5 سنوات اخرى. ده ملخص للحدث، تمام؟ من اين يا دكتوره جاء ازدراء الاديان في الحكم على الشيخ عبد الله نصر؟ الشيخ محمد عبد الله نصر هو مزدرن لمزدري الاديان. مزدرن لمزدري الاديان؟ نعم. اي كاره لهم؟ هو ازدراهم، ازدرى من يزدرون الاسلام، تمام. ومن يزدرون الدين، ومن يزدرون الانسان. ونفي نفي ايه؟ اثبات. اذا هو مزدري الدين لانه يحترم الدين. انت غيرتي على مهنتك وهو يغار على دينه. انت جبتينا النهارده وعملتي هذه الحلقه في وسط ظروف صعبه جدا عندنا كلنا. ايوه. واصريتي انها تكون اول استجابه لطلبي اللي قلته في الصالون. أيوة. الشهري بتاعي في الشهر ده، وكان الضيف في جورنال مصري اليوم. نعم، كان هو ضيف الشرف الشيخ الجليل محمد عبد الناصر، كان ضيف الشرف. ايوه. وايضا في جريده المصري اليوم ناديت ان يكون الاعلام اكثر نضجا. الحقيقه انا شفت حلقات للشيخ لم يستطع ان يكمل جمله، لم يستطع ان يكمل. كل ما بيجي حتى الفكره، فكرته الان لا تتضح، كلما حاول ان يكرس فكره من ادبيات الاسلام، ومن فكره تكرس رقي الدين وتحضره واحترامه للانسان واحترامه للاخر، الاخر العقدي، كلما حاول ان يكمل فكره قاطعه المناظر. أيوة. اللي خايف على البزنسه بقى. أيوة. اللي هم سدنه الدين، بسميهم هنا السدنه، حراس الدين الذين يعتبرون انفسهم هم ألسن الله على الارض وخلفاء الله على الارض. حاشاه، لان ديننا الاسلامي ما فيهوش كهنوت، ديننا كده ما فيهوش كهنوت، مع احترامي للاديان التي فيها كهنوت، عشان الناس بتزعل مني المسيحيين يقولوا مالك، الدين الاسلامي ما فيهوش كهنوت. هكذا يعني صيغه، وهكذا اراد الله الا يكون في الاسلام كهنوت. تمام. فهم حضرتك المنبر كهنوت. المنبر قدامه حضرتك والدكتوره فاطمه، قل ما شئت. حضرتك الحكم الاول كان عشان كان ايه اللي حضرتك اتهمت بيه بازدراء الاديان؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. في البداية يعني أنا أوجه الشكر والاحترام والتقدير إلى مؤسسة القضاء المصري، هي مؤسسة يعني ضاربة بجذورها في التاريخ المصري العظيم، وأنا راض بأي حكم يعني يصدر من القضاء المصري، وفي هناك درجات من التقاضي بدءا من الجزئي إلى الاستئناف وحتى النقض. وأنا حتى كنت القضية اللي سجنت فيها كنت أنا موجود أمام القاضي، وذهبت إلى المحكمة وودعت السجن يوميها بتاعت قطع يد السارة. طبعا هم كانوا 9 قضايا ازدراء أديان، أولهم أنني أولت القطع ليد السارق بأنه قطع في البداية يكون قطع معنوي لمن لم يكن مدمنا للسرقة، يعني ما انتهنهاش مهنة. وضربت مثل بأن إنسان جائع يريد أن يأكل، في هذه الحالة إذا أعطيناه مبلغا من المال ليأكل أو شفنا له وظيفة أو عمل يرزق منه، ففي هذه الحالة نحن قطعنا يده معنويا عن السرقة. أما إذا أصبح يعني منتهن كفنا إيده، يعني زي ما بنقول أنا قطعت الطريق، هل أنا قطعت الطريق حقا؟ مجاز. لا، حدك تعني أنك قطعت عنه طريق الحرام. ده لمن لم يكن ممتهنا للسرقة. أما بعد ذلك في وسائل، وعلى هذا استقر القضاء المصري بأنه بيسجن السارق، والقضاء يعني هو وما يشاء إن أراد أن يقطع يد السارق بمعنى بترها وطبقته مؤسسات الدولة. نحن نحترم القضاء المصري ونحترم توجهاته، ولكني لم أنكر هذه الآية من القرآن الكريم كما تم يعني تشويه صورتي بأنني أنكرت أن هناك آية في القرآن تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا ما يعني استيقن منه القضاء. فحياتك القضاء برأ ساحتك في هذا. أنا هذه القضية تم الحكم عليها فيها في أول درجة بخمس سنوات، ثم عدل الحكم في الاستئناف إلى عامين، ثم خرجت بإشكال لإيقاف تنفيذ الحكم استشكال لحين الفصل في النقد المقدم مني إلى محكمة النقد. الحمد لله. فضل. ممكن بس هقول حاجة في خصوص أن القرآن الكريم يعني سر عبقريته أنه هو عابر، هو نفسه عابر للزمان والمكان، ولكن في كل لحظة لها ظرف. في وقت القرآن الكريم لم يكن هناك سجون، فكيف تكفين السارق عن السرقة؟ لن تقطع اليد التي سرق بها، لأن ما كانش في مكان تقدري تحطيه حيز فيه تفصليه عن المجتمع. الآن أصبح هناك سجون يسجن فيها اللص لمدة معينة طالت أم قصرت حتى يكف عن أذى عن المجتمع، زي حاجات كتير، زي ما كان في. واحنا قضاء عندنا انا اقصد زي ما كان في مثلا ملكات يمين، الان القانون المدني لا يوجد. فعايزه فهذا ايضا يعني يعتبر رد على فكره قطع اليد. مش كل حد سرق رغيف هيتقطع ايده، لكن زي ما قال الشيخ ان هو تمام. يبقى دي اول قضيه. يبقى دلوقتي القضيه الثانيه ايه عند حضرتك؟ القضية الثانية هي قضية إنكار فكرة المهدي المنتظر، وقد وهدي هذه التي أقامت الرأي العام. أيوة. ظنا منهم أنهم قالوا أنني ادعيت أنني المهدي المنتظر. كانت هو ده اللي وصل لنا. الإعلام هو اللي عمل كده. كان واضح يعني حضرتك ما ادعيتش ان حضرتك المهدي المنتظر؟ لا طبعا، يعني لا يوجد انسان عاقل يقول هذا الكلام. امال ايه اللي حصل؟ كانت الفكرة ان اقوم باسقاط لإنعاش الفكر الإنساني أو الفكر المسلم أو العقل المسلم. بمعنى أن يعني وجدت مجموعة كبيرة من الناس تنتظر أو لها اعتقاد في هذه الفكرة، كل متكاسل عن العمل، متبلد ينتظر المهدي المنتظر ليغير واقع هذه الأمة التي نعيش فيها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قم أيها المسلم واعمل واجتهد، اصنع وازرع وابتكر، اخترع، اذهب إلى الفضاء واكتشف واصنع سفن فضاء. ما تتكاسلش ظنا منك أن الله سبحانه وتعالى لأنك مسلم سيأتيك بمن يغير الأحوال بين يوم وليلة، وأن كل شخص فينا فيه قوة تهديه، قوة ذاتية من الله سبحانه وتعالى، فيه صوت الله والضمير الذي وضعه الله في الإنسان ليعرف الخير من الشر ويميز الحلال من الحرام. كويس. فقلت إذا كان الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
تقول أن هناك شخص يدعى محمد بن عبد الله سيأتي ويكون المهدي المنتظر، فقلت طب افترضوا أن أوي واحد اسمه محمد عبد الله زي حضرتك وأنا اسمي محمد عبد الله، هل ماذا أملك لأغير أحوال البشرية؟ طب تعالوا بيعوني لأغير أحوال الستة مليار يعني على الأرض. حضرتك تعني إن حضرتك بتقول الكلام بمعنى تقصده، وما يؤخذ منه معنى آخر خالص تهاجم به، مش ده المعنى؟ يعني هو عايز يحس الناس على التقى والعمل وكذا وكذا، ما لا تنتظروا. فأخذت إن حضرتك مسرحية سامويل بيكيت في انتظار جودو، جودو. المسرحية كلها ناس قاعدة منتظرة حاجة اسمها جودو، وورده في انتظار البرابرة بتاعت كفافس، انه الناس قاعدة منتظرة شيء ولا تفعل شيء غير انها قاعدين منتظرين. جودو جاء النهاردة، لا ما جاش، هيجي امتى؟ هيستنوا. فضلوا سنين لغاية ما يعني اصابتهم الشيخوخة وماتوا وهم منتظرين جودو. ونفس الشيء في انتظار البرابرة، لما لقوا ما فيش برابرة واستعد الجيش وكذا وكذا وكذا، في الاخر قالوا يعني حتى الخطر، يعني جودو ده كان خير وخطر البرابرة، الناس قاعدة منتظرة ولا تفعل شيء. هو ده اللي ده الفكرة اللي هو اتقدم بيها. أيوة، ان انتوا لا تنتظروا. هل القضية دي بقى اخد عليها حكم ولا دي كانت براءة؟ هذه القضية حكم فيها بالبراءة، وللأسف الحمد لله وسائل الإعلام التي نشرت خبر ادعائي أنني المهدي ما نشرتش خبر تاني يوم أنني ظهرت. يبقى احنا دلوقتي هو على يعني على الهواء، احنا القضية التانية الحمد لله هي براءة، وان حضرتك لم تدعي انك المهدي المنتظر، انما كانت دي محاولة كمحاولات الكتاب العالميين لإظهار عدم التواكل. نعم. بالظبط بالظبط، وحكم فيها من القضاء المصري بالبراءة. انا بس اللي عايزه اقوله اذا سمح لي الشيخ، يعني انا مش بتكلم عن لسانه، ولكن كيف قراته انا؟ ايوه، واظن كيف قراه كل انسان عاقل لم يسمع ما قيل عنه ولكن سمعه هو. احنا عندنا ازمه كبيره جدا. الثقافه السامعه يا دكتوره، قالولو الثقافه السامعه، انا مسميها ثقافه قالولو، ان قالولو وهو مش هل قرات ليه؟ انت عارفه انا نفسي بقى اصاب بده، الاقي واحد بيكتب لي نون عين واو ت، اعرف ان هو ما شافش كتاب ليه، طبعا ما شافش مقال ليه، لان هو يسمع نعوت فيكتبها نون عين من غير الف، فتعرف ان ده سمع عنك لكن ما قرا لكيش انت ما شاء الله. فانا قراته بمعنى قرات افكاره، لاني سمعته هو، مش سمعت ما قيل عنه من سخافات وهزار. كلمه ميزو اللي بيقولوها دي، ده الاخوان اللي اطلقوها عليه. هو مش حضرتك كنت فتره من الفترات خطيب الثوره ولا؟ نعم. انا مختارت عليا الامر. صحيح، حينما كان الإعلام راضيا عما يحدث في ميدان التحرير كنت خطيب الثورة. ده امتى؟ من سنة كام؟ من عام آخر 2012 و2013 حتى سقوط حكم الإخوان. حياتك كنت وقتها مضاد للإخوان؟ لا، ولا كنت معاهم؟ طول عمره مضاد للإخوان. طول عمرك مضاد كنت للإخوان. كنت أول من أسس جبهة في مصر لإسقاط الإخوان. صحيح. بعد وده نجاح، وده السبب الأساسي، يعني مرسي تولى الرئاسة في شهر يوليو، قمت في أول أغسطس بتأسيس جبهة أزهريون مع الدولة المدنية لإسقاط الفاشية الدينية أو الحكم الديني. وده السبب إن الإخوان شوهوه، لأن هو كان أول واحد من الجبهة الداخلية دي، يعني من رجال الدين ينقلب علي، مش ينقلب بمعنى أنه كان معاهم بقى، يعارض. بالعكس، لا مش يعارض، ده فضحهم، فضح سوءاتهم، فكانوا اول حد هم اللي شوهوه بقى وقالوا ميزو بتاعه. فالناس اللي ما عندهاش جهد للقرايه ولا السمع ولا كذا ياخدوا خذ من هنا وخذ من هنا وقل مؤلفه انا. حينما تقرأين الشيخ صح، الشيخ محمد عبد الله ناصر، هتلاقي انه انتصر القران، كل حكايه يقول له قال الله، قال الله، مش قال الشيخ فلان وقال الشيخ علي، زي ما انا قايله في المقاله. فهو انتصر للقرآن حتى لا ياخدوا مهجورة، والناس تبقى تسمع للشيوخ وما يسمعوش للقرآن نفسه، ما يسمعوش كتاب ربنا نفسه. واضح يا شيخ عبدالله ان الخط الرفيع بين ازدراء الأديان والتنوير في مصر غير واضح للأسف، ولا الشيخ. حضرتك كانت طريقتك، يعني اعذرني لو انا يعني اخطأت التعبير، ان طريقة حكمة كانتش واضحة كفاية عشان هذا اللبس ما يكونش موجود. يعني هل طريقة إلقاء حضرتك للأمور كانت على مستوى ذكاء معين، على مستوى ثقافي معين، بطريقة ساخرة معينة ما قدرش البعض يستوعبها؟ بالفعل أنا لا أنكر أنني يعني قد أكون متعجلا بثمار التنوير، لذلك كنت أستخدم طريقة يعني الصدمة الكهربائية التي يقوم بها الطبيب لإنعاش المريض.
ويعني كان اول رد فعل كان في مواجهتي انا، يعني بالظبط زي انسان يقف امام كهف مظلم يخرج منه مجموعه من الناس يضيء لهم الطريق بكشاف، فاول ما الضوء جه في عينيهم اول حد يعني صدموه لانهم مش شايفين، وهم الشخص اللي كان بيحمل لهم شعاع الضوء ده. فللاسف الشديد احنا يعني لفترات طويله امتدت لقرون الحركات التنويريه هي رموز، مجرد اشخاص ياتون يعني يثيروا حركه في التاريخ ثم يرحلوا، ما تاسسش مدرسه. يعني هتلاقي على مر التاريخ في القرن اللي فات يعني هنلاقي الامام محمد عبده تم التنكيل به ونفيه والى ان عاد الى مصر، والشيخ علي عبد الرازق تم سحب شهاده العالميه منه بعد كتاب الاسلام واصول الحكم، الاسلام واصول الحكم، وتم سحب الشهاده العالميه منه ومنع من الصلاه واصدر في حقه فتاوى بالتكفير وكذا وكذا. من اويه وابن رشد حرق كتب. فكل انسان سياتي بفكره التجديد هذه سيواجه بهذه المواجهه. انا هناك اخطاء انا ارتكبتها على سبيل المثال. اتفضل. انني لم اكن حذرا في اختيار الالفاظ فما اعبر عنه بلفظ معين ممكن ينصغ. وده برضه حضرتك اسمح لي ممكن يعني هو خطا مش قليل، لان حضرتك بتكلم عامه من الشعب مش كلهم بنفس المستوى الثقافي، بس حضرتك اوضحت الخطا ده بعد كده. نعم. هل وانا كل ما ارجوه خطأ الان في الاول حضرتك اوضحته مش كل كده؟ ما ارجوه الان ان توضع النصوص يعني امام بعضها امام الجمهور ليحكم الناس. ايرضى المسلم ان يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ثم ياتي نص اخر منسوب الى حضره النبي نبي الرحمه ويقول عنه جئتكم بالذبح وبعثت بين يدي الساعه بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ما المانع ان يكون الائمه العظماء الذين جمعوا هذه الاحاديث وهم بشر يصيبون ويخطئون، ما المانع ان تكون نسبه الصواب عندهم 98% ونسبه الخطا 2% اللي احنا بنشير اليها، خاصه انها ان هذه تناقض احاديث اخرى وتناقض القران. في اتجاه من الدوله ومن الرئيس السيسي طبعا. وممكن اول رئيس ينادي يعلن وينادي بتجديد الخطاب الديني. طيب هو يعني الاتجاه ده كان السدنة. ولكن انا يعني انا ارى الان مؤسسه الازهر الشريف تاخذ خطى ندعمها ونرجو منها يعني الأفاضل. فضيله شيخ الازهر اصبح يعني يعتني بقضيه التجديد، بس نطلب اكثر من ذلك. يعني لماذا لا تكون هناك منهجيه لنقد الاحاديث المنسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامام البخاري والائمه العظام السابقين جمعوا لنا مثلا 600 الف حديث دونوا منهم 5000، ما المانع ان ال 5000 يتم التعامل معاهم؟ اكيد هنلاقي في وسط ال 5000 في 200 300 حديث حتى متعارضين مع نص القران. طب حضرتك المملكه العربيه السعوديه مثقفه جدا وليكي قراء ورواد مش بس قراء، حضرتك الدور ايه اللي ممكن يقوم به المثقفين؟ تكوين جبهة. تكوين جبهة. نحن لا نستطع حتى الآن أن نكون جبهة. هناك مثقفون في مصر ولكن ليس لدينا جبهة مواجهة، جبهة صلبة. وده كتبته كتير وناديت بيه كتير قبل قضيتي وأثناء قضيتي وأثناء قضية الإسلام وأثناء قضية الشيخ كل على مدار الوقت أكتب أننا نحتاج، هم يتصيدوننا فرادة لأننا ما عندناش جبهة صلبة، ما عندناش جبهة صلبة. فسهل جدا أن أنا أقتنص عصفور 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 بنبال، لكن لما بيكون سرب قوي يبقى صعب وهو يحمش مش على التنوير الذي ينتصر للدين ينتصر للإسلام. نحن نريد أن يظهر الأزهر الشريف أن يحافظ على صورة الإسلام المشرقة. كم اللي بيخرجوا من الإسلام مش قليل. صورتنا امام الغرب ان الاسلامي الان اصبح ارهابيا دي صوره حرام، انها انا اغار ان انا يتقال عني كده كمسلمه وانت تغاري و فنحن نريد ان نعيد الوجه في رؤوس البسطاء والعامه، ان يكون الاسلام يعود الى مجده واشراقه اللي علم الدنيا واللي كان مناره واللي جاء رحمه للعالمين. طبعا طبعا. طب شيخ محمد عندي سؤال، هل حضرتك ممكن تكون المشكله ان المناقشه للاحاديث او الرغبه في مراجعه الاحاديث مره اخرى انها بتنشر في العلن، هل ده صح ولا صح الحوار في مع الازهر
في الأول أو العمل الأول على التنقية، لأن ممكن برضو يؤخذ إن إحنا بننشر الأحاديث اللي محدش عارف عنها إيه حاجة. يعني في ناس كنتش عارفة عنها، زي ما الحاجات اللي طلعت في الآخر ما بحبش أذكرها ببرنامجي، يعني بحبش أذكر أي فتوى من الفتاوى الشاذة. فهل مثلا ممكن تكون المشكلة إن حضرتك بتقول ده في العلن وإن هو له قنوات شرعية أخرى؟ ما هي منتشرة على الفيسبوك للأسف في أمرين. الأمر الأول أن هناك نحن الآن في عصر السماوات المفتوحة، الإنترنت ما خلاش حاجة، ما بقاش في حاجة اسمها حاجة مخفية. ما كنت أسيره كان ردا على شبه مصارى ضد الإسلام. أنا مش عايز أسمي، يعني حياتك كنت بترد، ما كنتش حضرتك اللي بتقول في الأول. لا بيدافع عن دينه، يعني حينما أجد بيان خارج من تنظيم داعش يحتج ويستشهد بحديث بعد عملية إرهابية قام بها، يستشهد بحديث لرسول الله منسوب لرسول منسوب الله، أو يستشهد بآية قرآنية هو لا يفهم معناها. ولا أسباب نزول يعني جيوش من الشباب اللي ألحدوا بيجيبوا الحاجات اللي تسببت في خروجهم من الإسلام وينشروها على صفحاتهم. هناك في دول تانية في عدد من المذيعين بيجيبوا الشبهات المصارعة على الإسلام. طيب حياتك ده مش ازدراء، ده توضيح. إيه اللي وصلنا للازدراء بقى؟ يعني حياتك أنا النهاردة الاقتصاص بقى الإيه فنم؟ الاقتصاص لا الاقتصاص الشيء من سياقه، الاقتصاص يروح الشيء هو من سياقه بيتصيدوا لحضرتك يعني ويروحوا لا يقصوها كما زي لا تقربوا الصلاة، ربنا بيقول لنا ما تصلوش. طيب حياتك لما بترد ده مسجل، إيه اللي وده المحكمة؟ للأسف الشديد يعني أنا ما عرفش إيه اللي يلجأ دعوة قضائية، يعني دعوة قضائية طبعا دعوة قضائية من بعض الناس بتوديك المحكمة. نعم بس هو السؤال، الإعلام يجب أن يكون هو الذي يوجه العوام وليس العوام هم الذين يوجهون الإعلام. يعني احنا عندنا في مصر حاجة مقلوبة. من ضمن الحاجات اللي قلت بسببها موضوع أو كتبت موضوع المهدي ده كان اختبار لوسائل الإعلام. تخيلي لو كنت انا نشرت مشروع تجديدي لتجديد الخطاب الديني على صفحتي، ما كانش حد كم واحد كان هيتفاعل معاه بالنشر والتعليق؟ كم قناة انا لو قلت لحضرتك عدد القنوات اللي طلبت انا اللي اتصلت بيا ساعة موضوع المهدي المنتظر عدد، انا مش هقول المحلية، ما يقرب من 15 قناة اجنبية من كبرى القنوات العالمية. طب ما الذي يشغلهم بهذا التوجه؟ لو كان الاعلام عندنا هو اللي بيوجه كان تغاضى عن هذا الأمر، ولو في حاجة جيدة هو اللي يظهرها. إنما للأسف الشديد احنا عندنا غايب حاجة في موضوع الخطاب الديني وموضوع الإعلام. هل تتخيلي حضرتك ان برنامجك ده عمل صالح زي وزي الصلاة والصوم والتسبيح والجارية؟ يعني لو تخيلت حضرتك انك وانت في برنامجك وتقدمي إعلام هادف يعيد صياغة الشخصية الإنسانية، بلاش المصرية لأن إعلامنا أو رسالتنا للعالم كله، ويعيد إحياء القيم الروحية النبيلة، ويظهر الوجه الحقيقي للإسلام أو لأي دين، وخدمت فيه مصالح الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. يعني حضرتك لو برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة وساعدت أي إنسان فيهم، وبالمناسبة شوف العظمة احنا وصل بينا الحال ان تلاقي مثلا الطائفية وصلت لفين، مساعدة المسلم الفقير، طالب العلم الفقير المسلم، الفتيات اليتيمات المسلمات. تخيل القرآن الكريم لما بيقول لنا انفقوا على اليتامى والمساكين، قال اليتامى المسلمين المساكين المسلمين ولا بيتكلم عن الانسان بشكل مطلق؟ ده اللي كنا عايزين نبينه، ومرضى المسلمين فيقدر يبقى ده عمل صالح حضرتك توجهيه للمجتمع. يعني انا حتى لاحظت حاجه في البرنامج حضرتك ان في خبيره للترجمه بالاشاره اي هنا. انا ممكن سؤال يتسال لاي شيخ موجود دلوقتي، اذا كان الدعاء او الذكر باللسان فقط دون استشعار النفس، فكيف يدعو، او الدعاء باللسان كيف يدعو الاصم او الابكم ربه سبحانه وتعالى؟ اذا النص القراني نازل يخاطب عالم النفس طبعا، يبقى احنا عايزين نبين مصطلحات جديدة. القرآن الكريم في كنوز احنا يعني ما قربناش منها. عشان كده ده اللي كنت كله برجوه، ان انا بقول يا جماعة تيجوا نحترم قال الله. يعني عندما نسمع قال الله سبحانه وتعالى احنا تجب بكل ما عداها. احنا حضرتك دي القضية التانية ولا التالتة؟ احنا وصلنا لفين؟ التالتة ايه بقى؟ لا ما القضية كتير. طيب انا عايزة خلاص انا هرجع لحياتك في سؤال حضرتك، كيف نتقبل الآخر؟ إحنا المشكلة الأساسية
لمشكلة الشيخ عبد الله أو أي مشاكل أخرى هم حاجتين: الأساسية عدم تقبل الآخر، والتانية قلة الثقافة والاعتماد على السمع وليس القراءة والاستكشاف بالنفس. نعالج ده ازاي؟ فيما يخص الدين أنا مؤمنة بنظرية لا تخيب، طبقيها على أي حالة وأي موقف وأي زمن. المؤمن الحقيقي غير مشغول بالآخر، بإيمان الآخر، مشغول بإيمانه الشخصي. كل من يقاضي شخصا بقضايا ازدراء الأديان وهذه الأشياء بيبقى نوع من أنواع التعويض، نوع من أنواع التطهر الأرسطي. أرسطو اتكلم عن ده في القرن الرابع قبل الميلاد، أن في نزعة جوه الإنسان أن ترمي الآخر بما فيه، يعني الإسقاط النفسي، إسقاط الشخص الراقي يظن أن كل الناس راقون، الشخص المنحط يظن أن كل الناس منحطون، المؤمن يظن يفترض الإيمان في وقليل الإيمان وضعيف الإيمان وفقير الإيمان ومنعدم الإيمان يكمن نقصه من إيمان حضرتك ومن إيمان كذا ومن إيمان كذا، فيتهم ده بالإلحاد ويتهم ده بعدم احترام الدين ويحترم لأنه عايز يكمل ده. فتلاقي أنا يعني مش عايز أعيد ده خالص لأنه اعتذر لي اللي رفع علي قضية الحقيقة وله احترام، اعتذر لي مؤخرا يعني وشكرني كمان وكده بس بعد ما شفت الويل يعني. ولكن أنا أسفة أن أنا بكرر الجملة دي تاني، من رفع علي قضية إزراء بيكتب الله بالتاء المربوطة، ما يعني أنه لم يفتح مصحفا في حياته. يعني واحد ما فتحش مصحف بيقضي حد حافظ، أنا حافظة 3 أجزاء من القرآن تجويدا وغيره. فمين اللي رفع؟ شوفي مين اللي رفع قضايا ضد الشيخ أو ضد كذا، هتلاقي أن هم ناس يعني مع احترامنا للكل احترام الجميع بس هي قاعدة، هي قاعدة انشغل بإيمانك إذا ربنا نفسه قال من شاء فاليوم ونسمع ونقرأ. طب حضرتك خرجت من السجن، هل خرجت إبدأ؟ 5 يناير عفوا، ده ما فيش يعني فترة بسيطة قبل الصالون بأيام قليلة. حياتك التجربة دي شايفها ايه؟ يعني شايفة أعظم تجربة مريت بيها في حياتي فعلا. بمعنى لما تكوني بتطرحي أفكار للناس أنت تعتقديها، يعني إنما أقول للناس إن هذا النص القرآني نص عالمي فيه كنوز، وحينما أخاطب أخي في الإنسانية الذي هو لا يعترف بوجود الله الملحد زي ظاهرة الإلحاد اللي منتشرة النهاردة، اللي بدل يعني أنا محترم قرار مجلس النواب إنه بيعمل قانون، لكن هل القوانين ستمنع الشباب أن يفكر أو يلحد؟ طب ما تيجوا نناقش الشباب دول ونرد على كل شبهاتهم بالعقل والإقناع، وده برضو اتجاه الدولة. لا وده اللي كان بيحاول اتجاه الدولة، وده اللي كان عام، وده عمله الشيخ، لأن بالمناسبة الأسباب اللي بيتطرف بسببها الشباب هم نفس الأسباب اللي بيلحد بيلحدوا. صحيح. هذا وجد النص، يعني هو وجد نص في ضلته، هو شخصية دموية عايز ياخد من النصوص ما يظهر أو يخدم على فكرته ويجتزئ من النصوص. الشاب الثاني اللي مش فاهم ورأى الآراء الشيوخ بتقول إن فعلا يجب أن نقتل وأن هذا هو الإسلام وأن هذا وهذا وهذا، فيقول لك لا أنا ماليش في ده، أنا أريد دينا إنسانويا، فيخرج من دائرة الإسلام. لا، أنا النهاردة محتاج إن أنا أوصل للناس القرآن بصورة مبسطة، أجعله مفعلا في حياتهم، أخذ منه أستنبط منه قواعد، يعني آية بسيطة جدا. حينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أقول للمواطن العادي الآية دي هتستفيد بيها إيه في يومك؟ أستفيد كتير بيها كتير إن لو الشخص الفلاني إن أنا أهتم بمضمون الكلام أكتر من سلوك الشخص، يعني هذا الرجل او الشخص اللي نقل لي الفكره رغم انه فاسق وجاي لي بنبأ، ربنا ما قالكش رد كلامه عشان فاسق، ده قال تبينه يعني دعك من شخص القائل اللي هي مغالطه منطقيه وتاكد من الامر او تاكد من الامر. لا مش بس كده، هو يقصد الشيخ ايه؟ انه بيمنع الانسان من الشخصنه، احد امراض العصر، احد امراضنا ان هو بيقولك حتى لو فاسق اسمع بس حاول تجيب دليل، لكن مش مجرد ما كان يستطيع الله جل جلاله ان يقول ما دام فاسقا فلا تصدقوه، لكنه لم يقل هذا، قال تبين اداله فرصه انه ممكن يكون صادق. بيفيدنا في ايه؟ بتفيد في ايه هذه الايه؟ أن ابحث عن الجوهر وليس عن الشخص. من القائل؟ لا يعنيني من القائل، لكن ماذا قال؟ شيخ عبد الله حضرتك عايز تقول ايه كمان؟ عايز اقول ان القران الكريم فيه ايه
يجب أن نقف أمامها لنتفكر لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، وهي دي المرة الوحيدة اللي في القرآن اتقال فيها قال رسول الله. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. للأسف الشديد أقولها وأنا آسف، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، لم يقل هجروا القرآن، فكيف يهجرون القرآن الكريم؟ أيوة. عدي حضرتك مسابقات اتخذوه وسيلة للهجر، هو في ذاته لو كانوا قال اتخذوا هجروا القرآن ما كناش لقينا ولا نسخة مصحف موجودة دلوقتي. إنما ده مطبوع متعلق في العربية، في المكتبة، في الجامع، في كل مكان هتلاقي المصحف. لكن أين هو من التدبر؟ حضرتك عندنا مسابقات، حتى اللي حافظ قرآن ممكن اللي حافظه مش متدبر، مسابقات آلاف أو عشرات الآلاف من المسابقات لحفظ وتجويد القرآن الكريم، ولا مسابقة لتدبر النص القرآني الصالح لكل زمان ومكان، اللي هو من معجزته إن اللي أراه من ألف سنة فهم معنى، واللي أراه في 2017 هيفهم معنى، وبعد 100 سنة إلى أن تقوم الساعة هيفهم معنى تاني. وهي عظمة وإعجاز القرآن إنه نازل ما معهوش يعني لا يقصد نص مشاع، نص مشاع يعني لا يندب، لا وفي عصر ده تفهميه بطريقة، وفي العصر الجاي تفهميه بطريقة تبعا يعني هقول لحضرتك حاجة بسيطة. اتفضل. مسقط الفكرة اللي أنا بطرحها دي فكرة مثلا تجميد النص عند أسباب نزوله، أنا كده بخلي النص واقف عند زمان. طب ما تيجوا نبص على آية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إيه الخطاب الموجه؟ هيفيدنا أنا إيه كمسلم في 2017 إن ربنا زي ما يقول البعض بيحكي لي عن معركة تاريخية؟ يعني هل المشكلة مش بس في عدم الفهم لكن في محاولة التفسير بطريقة أخرى؟ نعم، نحن نحتاج إلى منهجية للتفسير. طب حياتك مش خريج أزهر؟ أنا أسفة. نعم. يعني أعذرني، يعني حياتك مش خريج أزهر؟ نعم. طيب هل العلماء اللي بيخرجوا من الأزهر مش من حقهم تفسير القرآن طبقا لما يروا، ولا دي ليها منهجية مختلفة داخل الأزهر؟ والله يا سيدتي النص مفسر ذاته وبذاته، بس الأزمة في إيه؟ فين بقى؟ الأزمة في إن إحنا ثقافة الحفاظ على الموروث، الخوف من كل جديد. حضرتك الشيخ الشعراوي من سنوات ليست بكثيرة فسر لنا القرآن بطريقة أخرى وكلنا اتبعناه، وغيره بيطلع كتير جدا رجال دين عندنا أو مشايخ وبيساعدونا في التفسير بتفسيرات أكثر يعني موائمة مع العصر، وإحنا بنتبعها برضو، فين المشكلة؟ نحن نحتاج الآن إلى مثل هذه الرموز. للأسف نحن الآن في حالة فراغ، عشان نعترف، دعينا نعترف إن احنا الساحة تعتبر خالية من وجود رموز زي الشيخ الشعراوي، أو من وجود ناس لديهم الجرأة، لأن اللي بيتجرأ ويتكلم حضرتك بتشوف المصير اللي ممكن يحصل، وهذا يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد اللي هو أصلا مغلق من القرن الرابع الهجري. أنا أقولها بصراحة، إذا كنا على أعتاب يعني بناء نهضة وحضارة جديدة وألفية جديدة، وعايزين ندخل السباق العالمي اللي احنا متأخرين عنه ثقافيا واقتصاديا وفي كل ويعني في كل المناحي، هندخل ازاي واحنا بنفكر بعين جدي اللي في القرن الرابع الهجري، وانا رافض اتعامل مع الجديد، رافض ان انا اجدد في كل المجالات تحت ظن انت هتفهم اكتر من اللي فاتوا. رافض ازاي واحنا اصلا مطلوب من الجهات في الدولة تجديد الخطاب الديني؟ ردي عليا دكتورة، حياتك ردي عليا، أنا شايفة في عينيكي كلام، ردي عليا. يعني الحقيقة مش عايزة بس أبدو يعني متشائمة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها غير مرة أننا بحاجة إلى تجديد خطاب أكثر من مرة، وناشد شيخ الأزهر غير مرة، ولكن هناك هل القانون في ازدراء الأديان بيدي صلاحية لأي حد غير الأزهر في رفع مثل هذه القضايا؟ نعم، بيعطي مادة ازدراء الأديان، وهي أصلا أنا رفع عليها قضية مش أزهري، ده محامي. أي مواطن اليوم لو سمع الحلقة اللي أنا فيها دي وما عجبوش نص وراح بيه المحكمة بيرفع اسمها جنحة مباشرة، حتى مش تحقيقات أمام النائب العام، لا، أو النيابة العامة، لا، مباشرة إلى القضاء، بس بتمر اسمها دعوة جنحة مباشرة، بيقيم جنحة مباشرة بالإدعاء. لكن يعني أنا كنت أظن أن ازدراء الأديان يجب أن تكون رفع الدعاوى من جهة
ممثلة. لا احنا كأنه هذا القانون لا لا يختلف كثيرا عن يعني. عن قانون الحزب اللي كان في وقت من الأوقات عندنا لا يختلف. طب ما هو وحيدك قانون الحزب تم إلغائه يا فندم. ما أنا عارف بس هو بصيغة أخرى. يا أستاذة الدستور المصري الجديد الذي استفتينا عليه ووافقنا عليه ونزلنا عليه فيه مادتين بيحموا كل المثقفين، يحموا الشيخ ويحميني ويحمي بس هذه المواد غير مفعلة حتى الآن. المواد موجودة ولم تفعل. ايوه ان بصي ان لا 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 عقوبة سالبة للحريات الا في ثلاث امور فقط. اللي هما؟ في التعبير عن رأيي يعني. اتفضل. لا عقوبة على الاطلاق لصحفي او لكاتب او لكذا او لكذا الا في ثلاث حالات. اللي هما؟ الاولى انه يكون يحض على العنف. تمام. يقول لهم يلا نروح نضرب بقى ولعوا في حتة الفلانية. تاني حاجة انه يكون يحض على الفتنة الطائفية. او تمييز العنصري. تمييز مش بس الفتنه الطائفيه، تمييز العنصري. نوبي قاهري صعيدي اي عنصري مسيحي مسلم الى اخره. ثالث حاجه هي الخوض في الاعراض. طبعا ان انا اخوض في اعراض راح اقضي حضرتك هذه الثلاث مواد فقط، ثلاث قصدي امور فقط اذا ارتكبها صحفي او كاتب او مفكر او مثقف من حق القضاء انه يسلبه حريته. وده منطقي جدا. منطقي طبعا. مفيش حد مننا بنعمل بالعكس، احنا بنحارب ثلاث حاجات دول. احنا عاوزين ده. احنا بنحارب ثلاث حاجات دول ولكن لا عنف طبعا. ولا طائفيه ولا ان حد ياخد في اعراضنا بدون سبب، يعني احنا طبعاً. محتاجين ده. هل تنطبق حاله من الثلاثه دول على الشيخ ولا عليا ولا على اكس او واي او زد؟ ابدا. ثلاث حالات دول لا حضينا على العنف. ده احنا بنحارب العنصريات واحنا بننادي باحترام الناس وعدم الخوض في الاعراض ونحن ضد العنف يعني. فاذا الثلاث الدستور بفترض انه يحمينا ولكنه غير مفعل حتى الان. غير مفعل. احنا الماده 98 واو من قانون العقوبات دي ماده دي من سنه 77 من القانون ولم تفعل. هذه الماده حتى دست في القانون 77 سنه 82 واصلا الماده دي اتعملت لحمايه المسيحيين ولكنها انقلبت سيفا على المسيحي وعلى كل مسلم ينتصر لحقوق المسيحي. انهي ماده؟ 98 واو اللي هو اتحكم بيها وانا اتحكمت بيها اللي هي اصدار الاديان اسمها كده. هي اسمها 98 واو يعني اتحطت في القانون كده حطها الرئيس السادات. واو عشان كانش لها رقم. ايوه بالظبط حطها الرئيس السادات ليه؟ لان كان وقتها في سنه 82 كانت ساعتها ظلم مش عارفه الزاويه الحمراء ولا الكشح ولا ايه. فكان المتطرفين المسلمين المتطرفين الاسلاميين مش عايز اقول مسلمين الاسلاميين في الصعيد مصر كانوا بيحطوا عبارات بذيئه ومسيئه للمسيحيين على دور بيتهم يعني يخرج صبح يلاقي كلمه بتشتم في المسيحيه كلمه بتشتم في السيد المسيح فقالوا يا ريس احنا بنتهان بنصدره النص كده أيوه. المسيحيين قالوا لهم أيوه. فالرئيس السادات حب ان يحمي المسيحيين اقباط مصر من هذه السخافات والسفلات وكذا وكذا فحط هذه الماده لاحترام الاديان. تمام خلاص عدم ازدراء الاديان انقلبت دي الماده اللي النهارده الماده دي استخدم. هي بتسجن المسيحيين في هناك رهبان لا حصر لهم وراهبات مسجونين بهذه الماده في السجون. ايوه الاعلام مش مسلط ضوء عليهم خالص. رهبان كتير. انا لما كتبت على الشيخ يقولوا ان كتير مسيحيين يقولوا ناسي الراهب فلان وناسي الراهبه وناسي المدرسه في واحده اسمها دميانه مدرسه وغيره وغيره كل اللي اتسجن بهذه المادة إما مسيحي أو مسلم مستنير ينتصر للحق والعدل والخير والسلام. حضرتك شايفة إن كلهم مستنيرين أو بيدعوا للتنوير. أيوه بيدعوا للتنوير. أصل ما فيش واحد هيطلع يقول هتيجي واحد عاقل أيوه هيشتم دين آخر. ده احنا يعني هل منطقي أن يتهم أزهري بأنه يزدري الإسلام؟ طب على طب ممكن يزال مسيحي مثلا أيوة طبعا هو مش احنا بنحترم. فهمتي قصدي ايه؟ شوفي النكته فين. احنا متهمين بازدراء ديننا. طب يعني المسيحي متهم بازدراء الاسلام صعبه جدا الاصعب انك مسلم وازهري طب انا اعتقد كوميديا محمد ان حضرتك التنوير في حياتك جزء لا يتجزأ. يعني انا شايفه ان شخصيه حضرتك وإن التنوير ده هدف في حياة حضرتك. نعم. انتصارا للإسلام. انتصارا للإسلام. حضرتك بتنصح بإيه من يرغب في سلك نفس الطريق بتاع حضرتك بحيث لا ينتهي بأحكام قضائية؟ لا في الحقيقة هذا الطريق محفوف بالمخاطر. ملهاش ضمانة أستاذ. إن أنا أديله ضمانة. أنا نفسي حتى الآن طبعا لدي رؤية ومنهج وسائل جديدة هطرح بيها فكرتي
دون ان انقد فكره الاخرين. يعني انا يعني اول حاجه ان هو يقول فكرته بدون ما فيش بحث مقارن. يعني لا مش هقارن، مش عاوزين بحث مقارن عشان ما حدش يقول انت ايه، انت انكرت ده او قلت ده. لا انا بس هقول فكرتي انا، بان انا يمكن اكتب الالفاظ قبل ما اقولها حتى لا اقع، لان يعني عارف حضرتك احنا بين المطرقه والسندان. ايوه، بين مطرقه من يكفرونني ويهيجون علي العامه، ورغم ان العوام الناس الطيبين اللي انا بقابلهم في الشارع، لان انا ساكن في منطقه شعبيه حتى الان، بفطرتهم بيعرفوا ان الكلام إن اللي بنقوله يعني موافق للفطره. يعني هقول ننتصر للاسلام. انا عايز اكد على النقطه دي، نحن ننتصر للاسلام، للوجه الحقيقي للاسلام. هل مطلوب مني كمسلم ان اجد ما يهين رسول الاسلام وما يبرز الاسلام بصوره فيها قتل وعنف ودم ثم اسكت؟ انا الان مشارك في جريمه تشويه الاسلام. كل شاب يلحد الان او كل شاب يتطرف انا مسؤول عنه كمسلم وازهري، وكل انسان مسلم او يعني حتى متخصص في الشان الديني لابد ان يكون له دور في رد وازاله هذه الشبهات وتحديد الاجابات. اللي حضرتك بتنصح بيه حاجتين دلوقتي، اول حاجه عدم الفتوى المقارنه، انما يعني ما فيش داعي نقارن. هو بيقول والحاجه الثانيه مش بس مش الفتوى، والحاجه الثانيه يعني اختيار الالفاظ. نعم، الا يقترب من افكار الاخرين. انت تدعو للتنوير، انا الاخرين دراسه مقارنه. انا على سبيل المثال سادعو او اتخذ جانبا، هو اللي انا عايز اتخصص فيه. أيوة. في بيان او تدبر النص القراني بشكل معاصر يستفيد منه الناس. هو لما يجي حد يقول الارض مستويه وانا اجي اقول له لا دي قرار، يبقى ده فقه مقارن؟ ده مش فقه مقارن طبعا. ده انا هقول له لو سمحت اسكت ما تتكلمش عن الفيزياء، لان الموضوع ده اتحسن من القرن ال 16 من زمان جدا طبعا. فهي كده، لما يجي يقول واحد يرضع كبير، لما يجي يقول واحد مش عارفه نكاح البهايم، الحاجات المخجله مخجله. تمام، وحتى عشان ما نكونش احنا نتهم ان احنا اللي بنروج الحاجات دي، احنا ندعو للقضايا الكليه، يعني ايات القتال التي يتشبث بها المتطرفون لتطبيقها تحت دعوى انهم ينصرون الاسلام بها. أيوة. والتي يترك بسببها فريق اخر الاسلام لانهم يرونها في صوره يعني مش عاجباهم، ما فيهاش انسانيه. أيوة. يجب ان نوظفها في سياقها الحقيقي، يعني حينما لازم نشرحها صح. نعم نشرحها صح، لا وتتحط في السياق الزمني والتاريخي، ده لها اسباب نزول، نوضح اسباب نزولها. وكمان يجب ان يكون هناك مشروع لتحرير المصطلحات القرانيه عشان ما يبقاش المصطلح مطاط. يعني حينما يطلق لفظ الشرك ويطلق على كل الناس اللي انا مش معايا في جماعتي الاسلاميه اللي انا بنتمي ليها يبقى مشرك، حتى لو كان هو مسلم زيي، بالدليل ان الجماعات الارهابيه المتطرفه لما بتقتل المدنيين ورجال الجيش والشرطه بتعتبرهم مشركين، بتعتبرهم مشركين ومرتدين وخارجين عن مله الاسلام. يبقى هنا لابد ان اضع تحرير المصطلح الشرك حتى احرم من يتناول هذا النص ويستدل به على قتلي، احرمه من ان هو يستفيد به، اخليه في النطاق اللي ربنا حتى لا يساء فهم طبعا. يعني لا يتحول لمجرم مش لواحد مطبق للاسلام. نعم. هم انتقائيون بيختار ليه؟ لان هو عايز. طب احنا ازاي مصر تتغير؟ واحد دموي عايز. احنا ما كناش كده، احنا بقينا كده ليه؟ يعني احنا ليه بقينا كده؟ علشان أصبحنا أحاديين، علشان التعليم تعليم نقلي وليس عقليا، عشان التعليم لا يغذي فكرة بناء العقل والتأمل والتدبر، علشان إحنا هجرنا أول كلمة قالت في القرآن الكريم اقرأ، وهي اقرأ مش معناها تريد، لا معناها إنك تتأمل الشيء وتدخل. والقرآن مليان تدبروا 42 مرة في القرآن أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون. هذه الآيات إذا لم تكن تدعونا للتدبر والفهم يبقى دورها إيه؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة الإنسان الذي لا يعمل عقله أن يكون من أصحاب السعير في نار جهنم، قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن عدم إعمال العقل هو جريمة يعاقب عليها القرآن الكريم، فكيف يعطيني الله عقلا ويعطيني منهجا وكتابا أريد أن أتدبر فيه، ثم حينما أتدبر تمنعني تحت بحجة أنه لا يجوز لك أن تتدبر وإن احنا فهمنا خلاص وقف انت ستوب. طب ما أنا عايز أتدبر بفهم اليوم طبعا. بفهم اليوم الذي يناسب عصري، يعني عشان ما بقاش واقف عند حاجز معين لزمان معين ومكان معين، لأن المفسر اللي كان بيفسر زمان كان يرى برؤية مجتمع،
بيسقط واقعه المجتمعي على الآيات اللي بيفسرها. فإذا كان مثلا مجتمع ذكوري هتيجي آيات لصالح المرأة، هي يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك أحد المفسرين قال في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال تكني العرب المرأة بالبقرة والنعجة لما فيها من المعجزة والسكون فالكل مركوب. طبعا ده الإمام القرطبي، هي دي رؤيته للمرأة في عصره هو، لكن الآن نريد أن نفعل النصوص بما يتوافق مع زماننا. هو الحقيقة طبعا أنا يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، بس أنا اللي أنا متأكدة منه أن دلوقتي في تصحيح في مناهج التعليم، في تصحيح في الخطاب الديني، أكيد هياخد وقت، أكيد مش هيبقى بين يوم وليلة، وده دور المثقفين دولة زي الإمارات حضرتك. دولة الإمارات العربية المتحدة اللي أنا عاملة كتاب عنها في معرض الكتاب دلوقتي، أيوة، نقت مناهج التعليم من كل ما يسيء للإسلام ومن كل مواد العنف ومن كل مواد التي تجعل الإنسان غير سوي نفسيا. اسمعي المفاجأة، أن الذين نقوا هذه المناهج مصريون، خبراء تعليم مصريون، متاح لهم في الإمارات ما ليس متاحا لهم هنا. والسعودية نفسها بدأت في ده السعودية نفسها بدأت تنقي المناهج من الطلبة وتراجع تراث. لا شيء يعني عصي على المراجعة إلا كتاب الله. ده كلام سليم. شيخ محمد، في أي حاجة في برنامج نفسك تقولها الإعلام مداش حضرتك فرصة تقولها، حضرتك أو الدكتورة فاطمة؟ لا، أرجو أن يكون الإعلام إعلاما بناء هادفا يفتح المجال لأصحاب الرؤى دون أن يكون الغرض منه إثارة الفرقعات الإعلامية. أقول كمان لكل إنسان كان يختلف معي أو ما زال يختلف معي، إياك أن تسمع نصا مجتزأا ثم تحكم، أنت بمثابة الذي قال ولا تقربوا الصلاة وسابوا أنتم إيه صفار. يعني ربنا هنا فويل للمصلين، يعني حتى إلا قال فويل للمصلين، أنا مش هصلي، مش هتصلي ليه؟ ده ربنا قال فويل للمصلين. طب كمل الصورة، كمل الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. اسمع اللقاء كامل، قيم ما فيه، واسمع منه اختلف. مش تسمع رأيه وتدبر ما تقول. كمان يعني أقول لمن يزج بكل شخص يلقي كلمة أو يفكر أو يتدبر بساحات القضاء، أنت بذلك مش بتقتل الفكرة، مش محمد عبد الله نصر. أسهل ما يكون إن أنا أسكت، هذه راحة شخصية. أنا الآن شخص يعاني من عدة أمراض مزمنة باخد بتلقى فيها علاج مكثف الآن يؤثر على يعني حتى إما الحضور الجسدي أو الحضور الذهني أصلاً، ومع ذلك أنا جاي لأساهم في إنقاذ مجتمعنا، مش المصري، الإنساني، من ذئاب وحوش يريدون قتل الإنسان حماية للدين، نصبوا أنفسهم أوصياء عن الله سبحانه وتعالى. فأنت بذلك تقتل فكرة التجديد، فكرة الاستنارة، فكرة البحث، ويبقى المجتمع كله مجتمع قائم على التلقين، ما عندوش قدرات إبداعية، مهما عملنا نهضة اقتصادية زي اللي حصل في البلد، مشروعات تنموية والإنسان ما بيتغيرش، هذه النهضة لن تسفر عن شيء طبعا. لأن الإنسان قبل البنيان نبدأ به. أنت بذلك لا تقتل محمد عبد الله نصر أو تسكت محمد عبد الله نصر. أنا أسهل ما يكون إن أنا ما أطلعش في الإعلام واسكت خالص، لكن وريني هتواجه النهاردة. أنا النهاردة على الفيسبوك ملايين الشباب في الوطن العربي بيطلبوا حد من رجال الدين في المؤسسات الدينية أو حتى المستقلين أو المستنيرين يردوا على أحد الشباب الملحدين اللي طارح أسئلة وفيديوهات، مش عايز أقول اسمه عشان ما كان يعملوا دعاية، ولدرجة الناس بيقولوا لي رد عليه، بيطرح أسئلة وانت مش هتقدر تقف التساؤل. النهاردة ده وصل لكل طفل، الطفل الصغير زمان اللي كان بيسأل سؤال، انا مجرد كان والدتي تهددني بأمنا الغولة مش هخرج من البيت. النهاردة اختي قالت لطفلها الصغير ما تدبدبش بالارض عشان الملائكة، رجعت لقاها شايل الارض وبيدور على صحيح. طبعا الطفل مجتمع باحث الان، فاحنا عايزين نجاوب على الاسئلة، عايزين خطاب ديني عالمي يتجاوز حاجز الزمان والمكان، حدود حتى الجنس واللون والعرق. خطاب أختم بيه، خطاب يا أيها الناس وليس يا أيها الطائفيون. صحيح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل السبعة مليار اللي على كوكب الأرض من ذكر وأنثى، يبقى ربنا هنا بيخرجنا من دائرة ضيقة إلى دائرة. خطاب الحمد لله رب العالمين، خطاب
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتقاتلوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكرا يا شيخ. دكتورة فاطمة، أتمنى إن أكون قدرت يعني أكون قدرت إن أنا أنفذ اللي حضرتك كنت عاوزاه في المقالة، لأن أنا اعتبرته كمان إن ده دور في الثقافة، لأن إذا كان حد ظلم من الإعلام فمن حقه يقول وجهة نظره، والحكم لا ليا ولا لحضرتك، الحكم للمشاهدين وللقضاء قبل أي حد. تحبي حياتك تضيف لنا أي حاجة قبل ننهي حلقتنا؟ هقول إن اللي عنده فلوس كتير ما بيساهمش في بناء الإنسان، ربنا بيحاسبه على هذه النعمة. أيوة. اللي عنده صحة ومش بيستفيد بيها الآخر، ربنا بيحاسبه. اللي عنده أي ملكة، والعالم اللي ما بيخترعش عشان البشرية، لأن هو ربنا بيدينا نعم لكي نسخرها لخدمة الإنسان. فأيضا اللي عنده فكر ويحارب لكي لا يفكر، ربنا يحاسبه لهذا العقل، لأن طبعا. ربنا لم يطلب منا أن نكون هو قال كالحمار يحمل أصفارا. أنا ممكن أكون حافظة حاجات كتير جدا بس مش عارفة أفكر. ربنا عايزنا أنه نفكر. فأرجوكم احترموا أي حد بيفكر، لأن اللي بيرفع ضده قضية في الحقيقة هو فقير الإيمان وفقير ومراهق. أنا بعتبر كل من يرفع قضايا ضد من قال رأيا أصاب الرأي أم أخطأ، هذا الشخص الذي يقاضينا في ساحات المحاكم هو فقير الإيمان وفقير العقل وإنسان مراهق. طيب، بمناسبة بقى مش هقدر أنهي اللي مسألك سؤال أخير، بمناسبة معرض الكتاب، حضرتك ليكي كتاب ايه في معرض الكتاب؟ ليه كتاب عنوانه انهم يصنعون الحياه. انهم يصنعون الحياه. أيوة. بناء الانسان في دوله الامارات. انا قعدت فتره 8 شهور في دوله الامارات، لم تستوقفني السكاي سكريبرز ولا الناطحات ولا التكنولوجي من ولا الدانسينج فاونتن ولا كل الشوارع، لم تستهويني هذه الامور، لكن انا ركزت على بناء الانسان. أيوة. فكرة بناء الإنسان، لما دولة توصل في الآخر أنها تعمل وزارة للسعادة، ها، ووزارة للسلام، ووزارة وكذا، تعرفي أن الدولة دي قطعت شوط كبير جدا جدا. لما تلاقي دولة فيها دور العبادة على اختلاف الديانات، حتى الديانات غير السماوية، غير محمية بعسكري. أيوة. تعرفي أنها غير مهددة. الكنيسة المصرية بتاعتنا، القبطية بتاعت أخواتنا اللي هي اسمها مش عارفة أنبا أنطونيوس أبو ظبي، ما عليهاش عسكري. جنبها المسجد كان اسمه مسجد محمد الشيخ محمد بن راشد، دلوقتي غير الاسم خلاها مسجد السيد المسيح عليه الصلاه ابن السيده مريم. ما لهمش كنيسه جنب المسجد، ما فيش عسكريين. المعبد البوذي ما لهوش عسكري، المعبد الهندوسي ما لهوش عسكري. ها، ده إشارة معناها إيه؟ معناها أن هذه دور العبادة هذه غير مهددة حتى تستوجب حماية. أيوة. احترموا الإنسان. الشيخ ده عندهم طيور، الشيخ زايد الله يرحمه راجل طبعا عبقري، ده فلتة من فلتات الزمن. أيوة. جاب طيور من كل الدنيا، طيور غير ما تنفعش، وخلقها وأطلقها في الشجر حتى يصنع مجتمعا رغدة للإنسان. أنا مش بتكلم عن الثراء المادي، أنا بتكلم عن الثراء المعنوي الإنساني. إنساني. أولئك البشر في كوكب الإمارات، بسميه كوكب الإمارات، يمتازون بالثراء الإنساني. فعلا تعلموا النبالة والرقي والتحضر. عشان كده أنا الكتاب ده أهديته لمصر، قلت لها إهداء إلى مصر، لأن أنا كنت كل حاجة أشوفها أغير، عايزة زي ده مش زي ده ثراء، عايزة زي ده إنسانيات. فأهديت هذا الكتاب لمصر، قلت لها خريطة الطريق. دولة عمرها 46 سنة يا أستاذ، يعني أصغر مني عمرا. معرض الكتاب ده 49. المطر ما ضركيش في معرض الكتاب؟ ما حصلش حاجة؟ لا المعرض الكتاب ده الواحد بيبقى ناس الدنيا في حالها. دكتورة فاطمة نعود، حياتك شرفتينا. أشكرك يا دكتورة، ودايما احنا بنستمتع بقراءات مقالاتك وكتابك. شرفتينا. أشكرك. شيخ محمد عبد الله نصر، أتمنى إن شاء الله ربنا يكتب لك الحق والعدل، وإحنا واثقين في قضاء ان شاء الله احفاد ماعت. قضاة مصر هم احفاد ماعت ربة العدالة. واتمنى اكون انا كمان قدرت ادي حضرتك الحق لحياتك. شكرا جزيلا. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ومعانا
الفقرة الفنية، ابقوا معنا.